عم نصور ومن بلد لبلد. بقى هالكليب عملناه انترناسيونال وجمعنا كتير بلدان، جمعنا رقصة من كل بلد، حركة معينة جمعناهم برقصة واحدة. مثلا جمعنا حركة من فولكلور لبناني، حركة من فولكلور تايلاندي، حركة من مصري، حركة من خليجي. يعني الكليب بلا ميرنا ما رح يزبط. هي بتحط الفاينل تاتش، هي بتعمل مونتاج، انا بركز على الصوره الفاينل، هي بضل تشوف الديتايات الصغار.